البرج عبد الكريم العلمي والد سجين الراي ابراهيم العلمي. سي عبد الكريم السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام. الو، مرحبا بك خويا عبد الكريم، اسمع فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيك انت خويا عبد الكريم، حكينا كيفاش اوضاع السجين الراي ابراهيم العلمي ربي يطلق صراحه. هذيك هي انايا اللي بغيت باش نحيها في قلبي. رانا محروقين يا اخي، حنا ورانا محروقين. بعد الطفل هذا، سمعت الطفل هذا ما دار والو، ما دار والو الطفل هذا، ما باع الكوكايين، ما سرق البنكة، ما ضرب واحد، ما سب واحد، راه في حالة لا يرثى لها. وحنا وثاني رانا في حالة لا يرثى لها يا اخي. احنا وراهم، راهي الكبدة تاعنا راهي تحرقت، راهي تحرقت الكبدة تاعنا، رانا معوقين وكل لفامي كامل تعوقت. كي سمعوا هذا الحكم هذا اللي راهم حكموا على ابني ابراهيم، ما دار والو، ما دار كين، ما دار والو. علاه يا ابني هذه؟ علاه؟ علاه يعني الحقرات؟ علاه؟ واش دار ابني هذا؟ واش دار؟ سرق، باع الممنوعات، باع، سرق البنكة، ضرب واحد، قتل. واش يعني هذه الجريمه هذه؟ يعني اللي داروا هذه يعني علاه؟ الدواء كان توعوا الباص، ها هم المحاميين يقول لك الدواء كان توعوا الباص، ما فيه والو، ما فيهم والو. الدواء كان عنده 200 فيديو يهدر فيهم العجايز يسمطولو، العجايز يسمطولو، دراري صغار يسمطولو. من نهار دار لي فيديو 200 فيديو او 300 فيديو، محال يجرح واحد فيهم. اي مواطن، اي مسؤول، محال يجرح واحد. نتحداهم، نتحداهم، عنده 200 او 300 فيديو، نتحداهم ما جرح حتى واحد. كي كبير، كي صغير، كي المواطن، كي المسؤول، محال جرح واحد ابدا. وانا ثاني كيف ولادي داوهم لي لحد سكن، وجاو ضربوا لي ولادي بالجاز وبكري وبالسلاح تاع التريسيتي، وراهم معوقوهم لي الى يومنا هذا. الولاد معوقين، ما يخافوش يعني الحكام يطلب منهم ربي ان شاء الله يهديهم ويزلقوا علينا بعين الرحمه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كاين واحد القصه هكذا، يا جا الطير نحاولوا ولاده في العش، جا الطير يفوي رطرط على راسه، قالوا له روح هذا الطير هذا واش بغى؟ قال له ودي الحق، قالوا روح رجعوا له قدو، رجعوا له ولاده، رجعوا له قدو. الطير فوق راسنا، علاه يعني هذا اللي اسمه هذا كل حكمونا مرض السكر، لا طانسيون. ونروح انا نروح المحكمة ما يستقبلونيش، خلاص يدلقوا فيا البلدان اللي عايش مليحة، خلاص نقول لهم سقسي على ابني، يقولوا لي ما على بلاش. نروح للوسم ما يخلونيش، خلاص يدخل لابوليس ما يخلونيش ندخل طول. رحت البالو البارحين باش نجيب التسريح، نروح باش نزورو، عطوني قالوا لي راسي الديرة. رحت انا والعجوز ومرضى، رحنا مرضى يا اخي، رحنا راكبك مرضى، وصلنا ثم للبيران قالوا لنا ما واش انا وداوها البليده. وانا درك انا ما عنديش في، انا مانيش قادر، راني في عمري 50 سنه، مانيش قادر باش نروح نحوس البلدان هذوك الطوموبيل، وما عنديش لي مايا انا باش نجري على وليدي هكذا. هذه حقره، هذه حقره. وبني هذا يعني واش دار؟ نطلب من السلطات والقضاة يدلقوا ليه دلقه عين الرحمه، يرحمونا. خويا خويا عبد الكريم، اخي وقتاش شفتوا المره الاخرى؟ متى شفتوا؟ ها؟ وقتاش شفتوا المره الاخرى كاع؟ وقتاش زرتوا المره الاخرى؟ ما شفتوش خلاص الى يومنا هذا، ما شفتوش الى يومنا هذا. من نعرف بتلوه منا ما شفتوش، ما نعرف واش بيه. خلاص درك لا غادي يهبل، راه هبل، لا غادي يتعوق، راه تعوق، لا غادي يموت. يجيبوها لي في الصندوق، انا واش ندير؟ واش ندير بيه؟ كي يجيبوها لي في الصندوق والله يجيبوها لي مهبول، ولا يجيبوها لي انا علاه؟ واش دار كل هذا؟ برك بغيت انا، بغيت انا برك يعني نستفسر برك. لا كل هذا كاش ما دار برك،
بالبيان لو كان انا دارت كل هذا على بالي باللي سرق او باع ممنوعات او باع، والله ما نوقف عنده، والله ما نوقف عنده. انا راني هنا في عمري 65 سنه، والله ما نروح ليه، والله ما نذكره خلاص، خاطر علاه دار حاجه ماهيش مليحه، دار حاجه يسلكها. هذا هو خويا عبد الكريم واش قالوا لك المحامين؟ هضره راحوا شافوا المحامين وكيفاش كانت المعاملات السجن. المحامين ما راحوش المحامين من نهار قتلوه، ما راحوش. قالوا لي الدوسي نتاعو راه صافيين، دواسه نتاعو كل ما يستاهل شيء، ما يستاهلش خلاص تسجن. شحال هادو قضايا خويا عبد الكريم؟ شحال تقولوا قضايا؟ ثلاثة والله أربعة، والله ما على بالي، ما فهمتش شوية الأمور. هذا مانيش قاري يا أخي، أنا مانيش قاري في عمري، راني في 65 سنة، والله 60 سنة ما على باليش شحال مان في عمري، أنا ما على باليش. خويا عبد الكريم خليك تبعث رسالة للنظام اليوم. رانا أنا في يوم الحرية التعبير، أنا اليوم الوطني للصحافة، في هذه المناسبة واش رسالة تبعث للنظام هذا على جال وليدك وعلى جال جماعة المسجونين هذا في السجون النظام؟ نطلب منهم إن شاء الله يدلقوا لي السجناء هذو اللي راهم مطلوبوا. نطلب من السلطات تاعنا، من القضاة تاعنا، نطلب منهم ربي إن شاء الله يهديهم، وربي إن شاء الله يقذف كلمة الحق في قلوبهم إن شاء الله. ربي يقذف كلمة الحق في قلوب القضاة والسلطات، ربي إن شاء الله يهديهم ويدلقوا لنا عين الرحمة. رانا أولادهم وأولادنا تيكي، رانا في سفينة واحدة يا أخي، رانا في دار واحد. أنا كيف تضرب بدن المسؤول؟ والله تضرب بدني أنا، كيف؟ علاه هاي تحذر بدن المسؤول؟ والله بدن المواطن البسيط. أنا كيف تحذر ولد المسؤول؟ والله ولد المواطن البسيط ما يغيظني الحال. ما نحبش يتحذر هذاك، والله يتحذر هذاك. ما نحبش نشوف الحضرة خلاص. رانا في حالة ما لا يرثى لها، لا صامل كونفليكت شوكات. نهار كي يسمع الحكم هذا شوكات نص راه في الدار هبل، دراري صغار هبلوا شوكا، وكل واحدين في الليل واحدين في النهار، واحد يقول ابراهيم وراه، واحد يقول لي وقتاش يطلقوه، علاش داروا له هكذا؟ يا اخي نطلب رب العالمين ربي يقذف ان شاء الله كلمه الحق في قلوب المسؤولين تاعنا. امين يا رب العالمين. ربي ان شاء الله يهديهم، والقضاة تاعنا ربي ان شاء الله يقذف كلمة الحق في قلوبهم، ربي ان شاء الله يهديهم ويصلحهم لينا. ما هوش الاسم تاعنا كي المسؤولين كي القضاة تاعنا، هذاك بوي